السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي نتابع مع بعض في سلسلة تعلم مايكروسوفت أوفيس حتى الاحتراف، ونحن ما زلنا في التطبيق الأول مايكروسوفت وورد. أعزائي المتابعين لنا في كل مكان، نرجو منكم المشاركة من خلال التعليقات وأبداء الإعجاب أو حتى نقدكم البناء. كلنا أمل في الوصول إلى خدمة تعليمية متميزة. إذا ننتقل مع بعض للتعرف على مكونات الدرس الرابع أو الفصل الرابع من هذه السلسلة التعليمية. سنتعرف اليوم على متممة لدرس التنسيق الذي تحدثنا عنه في درس سابق. سنتعرف اليوم على موضوع المسافة البادئة والتحكم فيها. أيضا سنتعرف على تباعد الفقرات إضافة إلى موضوع تباعد الأسطر، وأيضا رح نحكي شوي عن الفرز إضافة إلى لون الخلفية والإطار حول النص. دعونا الآن ننتقل إلى برنامج مايكروسوفت وورد. إذن بداية رح اليوم أو بداية رح نحكي عن موضوع المسافة البادئة. ليكن لدينا الفقرة التالية التي أمامنا على الشاشة. إذا أردت أن أقوم بإضافة مسافة بادئة، كلمة مسافة بادئة أي أنه سنقوم بوضع فراغ في البداية أو في بداية السطر. طيب طبعا أنت يمكنك وضع مؤشر الكتابة في أي سطر، في أي مكان داخل السطر أو في أي مكان داخل الفقرة. في عنا الرمز إضافة مسافة بادئة الموجود هنا أو زيادة المسافة البادئة، عند الضغط عليه يتم زيادة الفراغ في بداية السطر. ولاحظ أن زيادة المسافة البادئة والفراغ الذي يتم زيادته إلى البداية لا يتم تطبيقه فقط على السطر الأول من الفقرة، وإنما يتم تطبيقه على الفقرة بشكل كامل. طبعا ومن المعلوم أن الفقرة تنتهي عند النقطة أو عند الضغط على Enter، فلذلك يتحسس مايكروسوفت وورد موضوع الفقرة من خلال الدوت أو النقطة أو المفتاح Enter، فهو بيعرف أنه الفقرة تبدأ من هنا وتنتهي عند النقطة ويقوم بإزاحة كل الفقرة. طبعا كل ما ضغطنا على زيادة مسافة بادئة يتم الزيادة أكثر وأكثر. طبعا بهالشكل هذا بيكون زدنا المسافة البادئة. هي طبعا هي عملية تنسيق تفيد في الأخير في تجميل نصك. أنت إذا عندك عدة فقرات بدك تعمل إزاحة لفقرة عن أخرى فتتحكم فيها من خلال هذه الأزرار. طبعا الإنقاص المسافة البادئة يتم إنقاصها بشكل عكسي. هي بالنسبة للموضوع المسافة البادئة. أما بالنسبة إلى موضوع الفقرات والتحكم في تباعد الفقرات، طبعا أنا الآن واضع مؤشر كتابي على أحد الفقرات، فإذا ذهبت إلى زر الفقرة الموجود هنا وضغطت نلاحظ أنه الشكل أو القياسي مكتوب عندك واحد، في عندك واحد وربع. ولاحظ لما أنا بنزل مؤشر الفقرة على هذه الأرقام أو عم بزيد نسبة هذه الأرقام، فمنلاحظ أنه عم بزيد المسافة في الفقرة بين الأسطر، يعني الأسطر عم تتباعد عن بعض داخل الفقرة. إذا نحن ملاحظين على المعاينة كيف عم بتزيد المسافة بين الفقرات. إذا لاحظ هنا، لاحظ كيف عم بتزيد إذا رح أضغط 2، ولاحظ أنه شلون زادت الفقرة. طبعا هو ما عندي أنا سطر فارغ الآن، يعني أنت أحيانا المبتدئ لما بده يترك بده يوسع المسافة بين سطر وآخر من فقرة عادة يلجأ إلى الحالات التقليدية اللي بيضغطوا فيها مفتاح انتر وبترك سطر فارغ، وهذا خطأ طبعا بالتنسيق. يعني أنت ممكن تقدر تزيد المسافة البادئة عفوا المسافة بين الأسطر وبالمقدار الذي تريد أيضا من خلال تباعد الفقرات. إذن مرة أخرى أضغط على تباعد فقرة، وطبعا ممكن أرجع إلى الخيار رقم 1 مثل ما كان في البداية. طيب
الآن أيضا ضمن الفقرة نفسها نلاحظ أنه يوجد هنا خيار اسمه إضافة مسافة قبل الفقرة، والمقصود فيها أن نضيف مسافة في أعلى الفقرة قبل الفقرة في الأعلى في الجهة العليا. طبعا تفيد عادة بزيادة المسافة بين الفقرات مع بعضها البعض، يعني نحن تونا حكينا عن موضوع زيادة المسافة بين الأسطر داخل الفقرة، أما بين فقرة وأخرى، بين فقرة وأخرى تالية، فهون أنت بتتحكم في هالمسافة يعني. الآن بالفقرة السفلية هذه إذا بدي أزيد المسافة بيني وبين الفقرة يلي أعلى منها، فممكن أذهب إلى الزر فقرة وأقول له إضافة مسافة قبل الفقرة، فبنلاحظ إنه طبعا المسافة هنا موجودة وتم زيادتها، في عندي إزالة المسافة قبل الفقرة ممكن أنزيلها، إذا إضافة وإزالة. أيضا إضافة مسافة بعد الفقرة، نلاحظ هلأ هنا نلاحظ أنه لا يوجد مسافة بعد الفقرة، لاحظ هنا النقطة والإنتر، تأتي الفقرة الثانية مباشرة في السطر الذي يلي بدون وضع مسافة بين الفقرتين. الآن لزيادة المسافة بين الفقرتين، فأنا حاليا بالفقرة العليا، فبقول له زيادة أو إضافة مسافة بعد الفقرة، فبنلاحظ أنه تم زيادة هذه المسافة بعد الفقرة، أما إزالة المسافة فبيتم إزالتها. طبعا يمكننا أيضا التحكم بذلك بشكل أدق وبالأرقام من خلال الذهاب إلى خيارات تباعد الأسطر. وهنا طبعا هلا نحن عم نحكي عن موضوع التحكم بالفقرة وتباعد الأسطر بنفس الوقت. بنلاحظ طبعا في هالنافذة هي إضافة إلى موضوع المحاذاة اللي حكينا عنه سابقا، طبعا اتجاه النص أيضا يعني كمبتدئين نحن لساتنا في البداية، يجب أن نعرف أن الاتجاه من اليمين لليسار مستخدمه للغة العربية، أما من اليسار لليمين فبنستخدمه للغة الإنجليزية. طبعا وهذا يعني يخالف، إذا حطيته الاتجاه من اليسار لليمين وأنت عم تكتب بالعربي بيعذبك كثير في أثناء نقل المؤشر الكتابي من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار، بيعذبك في موضوع التنسيق، لأنه هو بياخذ بحسبانه أنه أنت عم تكتب من اليسار إلى اليمين. فلذلك دائما ننتبه ونركز جيدا على التنسيق من اليمين إلى اليسار، أو الاتجاه الفقرة أو اتجاه النص من اليمين إلى اليسار في اللغة العربية، وعلى العكس في اللغة الإنجليزية من اليسار لليمين. طبعا يمكن الاستعاضة عن الاتجاه من خلال هذا الزر الموجود هنا، الاتجاه من اليمين اليسار أو من اليسار لليمين. وقد تحدثت سابقا في بداية أو في الدرس الأول عن وظائف لوحة المفاتيح، أن كنترول مع شيفت الموجود في اليسار من لوحة المفاتيح أيضا يحول اتجاه النص من اليسار إلى اليمين، أو كنترول شيفت يلي على يمين لوحة المفاتيح أيضا يحول اتجاه النص من اليمين إلى اليسار. طبعا أعود هنا إلى موضوع خيارات تباعد الأسطر، ونلاحظ أننا أو أمامنا موضوع المسافة البادئة، المسافة البادئة، وموضوع أيضا التباعد الأسطر وتباعد الفقرات بين بعضها، تباعد الأسطر مع بعضها ضمن الفقرة وتباعد أيضا الفقرات مع بعضها، وراح نشوف كيف. الآن بالنسبة للمسافة البادئة، نحن تونا تحدثنا عنها من خلال زيادة المسافة البادئة من هذا الزر وهذا الزر، أما الخيار الموجود أمامنا هنا فيمكننا أيضا من زيادة المسافة مثلا قبل النص بمقدار معين، بمقدار معين، بينما هناك في مقدار ثابت ستاندرد عم يمشي فيه الزر، بينما هون انت بتقدر تزيد هالمسافة البادئة. طبعا هون عندك في قسم المعاينة عم ورجيك مقدار الإزاحة، مقدار الإزاحة، إذا قلت له موافق فبنلاحظ تم إزاحة هذه الفقرة بمقدار معين، بمقدار معين. أيضا ننتبه إلى وجود زيادة المسافة بعد النص، هنا لم تكن متوفرة، يعني نحن حكينا عن زيادة المسافة البادئة في بداية أو يمين النص نحن لما نشتغل باللغة العربية. أيضا هناك يمكن التحكم في وضع مسافة بعد النص أو بنهاية النص. إذا ما لاحظنا الآن على المعاينة الموجودة هنا، نلاحظ أننا قمنا بإضافة مسافة بادئة من طرف اليمين لأنه عم نشتغل بالعربي، ولاحظ بشكل واضح. أما إذا أردت أيضا إضافة مسافة على نهاية النص، يعني إضافة زيادة الفراغ الموجود في آخر النص،
فأي تقليصه من الطرف الآخر من طرف النهائي، أقوم بزيادة المقدار اللي بيمثل بعض النصف، ونلاحظ أيضا كيف عم بيتم زيادة المسافة من اليسار. الآن إذا قلت له موافق، فبنلاحظ إنه لاحظ الفقرة اللي أنا فيها، لاحظ الفقرة بشكل جيد. على اليمين النص صار في عندي مسافة بادئة، لاحظ بتختلف عن الفقرة العليا والفقرة السفلى، وأيضا من الطرف الآخر في النهاية صار في عندي زيادة في الفراغ أو المسافة في نهاية النص، وبتختلف أيضا عن الفقرات الأخرى. طبعا ويمكن أيضا الذهاب إليها من هنا بالضغط على هذا الرمز للذهاب إلى خيارات أو تأثيرات أو المؤثرة أو تأثيرات الفقرة. إذا استطعنا أن نتحكم في زيادة المسافة البادئة أو تقليلها من أيضا من داخل تأثيرات الفقرة من هذا الخيار. إضافة إلى ذلك نلاحظ، بس خليني أرجع شوي للصفر للافتراضي، خليها ترجع مثل بقية رفقاتها. الآن نلاحظ أنه هنا في عندي خيار اسمه السطر الأول ومعلقة. ماذا يعني؟ هلا نحن ننتبه بشكل جيد أن المسافة البادئة يتم تطبيقها على جميع أسطر الفقرة، يعني ما ليس فقط على السطر الأول من الفقرة أو على السطر الثاني، ما بتقدر تتحكم بالسطر الأول بالسطر الثاني، إنما على الفقرة بشكل كامل. طيب أحيانا ممكن أنا بدي مثلا أترك السطر الأول بدون زيادة والأسطر البقية أعمل له زيادة، أو بالعكس السطر الأول أعمل له زيادة مسافة بادئة بينما الأسطر الأخرى من الفقرة تم بدون مسافة بادئة. فقاموا بإضافة هذه الخيارات الموجودة هنا في خاص، وقال لي السطر الأول معناته أنت مسمح لك، قال لي معناته أنت مسمح لك تقوم بزيادة المسافة البادئة للسطر الأول فقط، وتقدر تزيد المقدار المسافي اللي بدك اياه. ولاحظ ايضا هون بقسم المعاينه كيف انه ترك لي الفقره اسطر الفقره بدون زياده مسافه بادئه، بينما السطر الاول صار يسمح لي باضافته. اذا نلاحظ بشكل جيد على الفقره اللي انا موجود فيها كيف قام بزياده المسافه البادئه للسطر الاول فقط من الفقره، بينما الاسطر الاخرى من الفقره موجود أو كما هو، وهو شكل من أشكال التنسيقات الجميلة التي يمكن تطبيقها. أيضا يمكن اختيار بدل السطر الأول كلمة معلقة، وهذا يعني أنه السطر الأول بدون زيادة مسافة بادئة، بينما الأسطر الفقرة الأخرى مثل ما شايفين هون على المعاينة، أسطر الفقرة الأخرى يتم إيش؟ يتم زيادة المسافة البادئة لها. سأضغط على موافق، ونلاحظ أنه فعلا السطر الأول تركه بدون زيادة مسافة بادئة، والأسطر الفقرة التابعة لها قام بزيادة المسافة البادئة، وكأنها معلقة في السطر الأول، وكأنها معلقة في السطر الأول. أيضا هو شكل من أشكال التنسيق الجميل الذي يمكن تطبيقه. إذن دعونا ننتقل أيضا إلى الحديث عن موضوع تباعد الأسطر ضمن الفقرة والتباعد الفقرات بين بعضها البعض. طبعا لاحظنا أنه حكينا عن مسافة البادئة يمين ويسار، هون راح نحكي عن موضوع تباعد قبل وبعد، وكلمة قبل تعني الجهة العليا أو أعلى الفقرة أي بينها وبين الفقرة السابقة، وبعد تعني الجهة السفلى أي بينها وبين الفقرة التالية. طيب خلونا نتحكم، طبعا هون يمكنك التحكم بشكل دقيق أكثر بإضافة مقدار أنت تحدده للتباعد. الآن مثلا مؤشر الكتابة موجود على هذه الفقرة، بدي أزيد المسافة بينه وبين الفقرة التي تعلوه. نلاحظ إذا قمت بمثلا ضبطه إلى 30 نقطة موافق، لم يتم زيادة المسافة البادئة. انتبهوا في عندي هون خيار مهم جدا، وهو عدم إضافة مسافة بين الفقرات. طبعا انت اذا بدك تضيف المسافه بين الفقرات لازم هون تنتبه الى الغاء تفعيل هذا الخيار. الان اذا ضغطت موافق وتركت المقدار 30 نقطه بينه وبين، لاحظ فعلا اضاف لي المسافه العلويه او المسافه قبل الفقره. ايضا بامكاني ازيد المسافه بعد الفقره اي بينها وبين الفقره التاليه بمقدار معين، نلاحظ انه فعلا تم ازاله المسافه اسفل تلك الفقره.
إذا بهالطريقة هي عرفنا كيف نزيد المسافة قبل الفقرة وبعد الفقرة. خلوني أجربها هون بهالفقرة هي مثلا، أو فقرة أكبر بهالفقرة هي. الآن أعود مرة أخرى، راح أزيد المسافة البادئة هون بمقدار مثلا 18 نقطة، هون بمقدار 18 نقطة وليكن. ولا أنسى إزالة تفعيل هذا الخيار عدم إضافة مسافة بادئة، أضغط على موافق، نلاحظ فعلا أضاف لي مسافة قبل الفقرة وبعد الفقرة. الآن بدي أتحكم في موضوع المسافة بين الأسطر أكثر، مثل ما شفنا هناك كيف عم نتحكم فيه ومنزيدها ومنقصها بمقدار معين. أيضا هون فيك تتحكم بالمسافة بين الأسطر، تسمى تباعد الأسطر، هي افتراضية بتكون مفرد. أيضا يمكنك وضعها بمقدار سطر والنصف، أي يعني المسافة بين الأسطر وبعضها البعض بمقدار سطر ونصف، أو بإمكانك اختيار المسافة بين بعضها بمقدار مزدوج، أي بمقدار سطرين، بمقدار سطرين. إضافة إلى ذلك يمكن اختيار قيمة معينة أنت تحددها بمقدار محدد. أولا تختار على الأقل بمقدار معين، أو تختار مثلا تام وبتعطيه تام بشكل دقيق كم نقطة المسافة بين بعض، فممكن تختار 21 نقطة، فبنلاحظ 21 نقطة كانت بهالشكل هذا. طبعا إذا زدت ال 21 نقطة لأكثر مثلا، موافق، لاحظ كيف صارت المسافة بين الأسطر، بين الأسطر ضمن الفقرة. طبعا فيك أيضا تختار موضوع متعدد، يعني بمقدار، لاحظنا هنا اخترنا بمقدار سطر مفرد أو سطر ونصف، أو مزدوج يعني بمقدار سطرين، أو متعدد بمقدار 3 أسطر، أو بمقدار 4 أسطر، أو 3 أسطر ونصف، وهكذا. إذا يمكنك التحكم بشكل جيد. أنا راح أراجعه للمفرد وأقول له موافق من أجل إلغاء المسافة بين الأسطر داخل الفقرة. إذا لاحظنا كيف تحكمنا في موضوع المسافة البادئة والمسافة بين الأسطر داخل الفقرة، وأيضا تباعد الفقرات بين بعضها البعض. الآن دعونا نتحدث عن أمر آخر، وهو لون خلفية هذا النص ووضع إطار حوله. أنا هنا موجود بهالنص هذا، بدي أعمل له أرضية أو خلفية. ممكن أحدد السطر يلي بدي إياه، وأروح إلى الرمز اللي موجود هون أو الزر التظليل الموجود هون، وأختار اللون يلي بدي إياه، ويكون هو لون الخلفية بكل سهل، بكل سهولة. إذا راح أختار أيضا هون عدة أسطر وأختار لون خلفية أخرى، إذا من أجل تمييز الأسطر عن بعضها البعض وهكذا. أيضا هذا كثير شغلة كثير سهلة وبسيطة. الآن أيضا يمكن وضع إطار حول النص، وأيضا من خلال تحديد السطر يلي بتريده، ومن ثم الذهاب إلى حدود وتظليل، نختار الحدود والتظليل بعيدة مرة أخرى، بضغط على هذا الزر ومن ثم أختار حدود وتظليل. طبعا هون في عندي مجموعة حدود جاهزة، ممكن تختار الحد اللي بدك إياه، لأن أنا بدي أتحكم بشكل تفصيل أو بشكل أدق أكثر. فبدخل إلى هذه النافذة، أولا أختار الشكل أو نمط الإطار يلي بده يكون حول النص، وليكن أنا راح أختار هالشكل هذا مثلا، أو مثلا هالشكل هذا وليكن. ثم اختار لون الاطار، بدي مثلا اللون الازرق على سبيل المثال. الان وهون ممكن ايضا اختار العرض او السماكه للاطار، ومن ثم ممكن تقول له احاطه، او مثلا بلا ما بدي، او بدي على شكل مظلل. بنلاحظ انه موجود بالجهه، لاحظ على جهه معينه في له ظل، يعني عباره عن اطار وله ظل، او على شكل ثلاثي الابعاد، او ممكن تقول له مخصص بيعطيني اياه، انت بتحدد له الحدود اللي بدك اياها. لا انا بدي اياه على شكل احاطه حاليا، وراح اقول له موافق، ولاحظ كيف قام بوضع اطار حول ذلك السطر الذي قمت بتحديده. راح اقول له الان تراجع كنترول زد، وراح الان احدد هذه أو مجموعة أسطر مع بعضها البعض، وأيضا أذهب إلى حدود مرة أخرى، نضغط على هذا الزر وننتقل إلى حدود وتظليل، ونتبع نفس الطريقة. راح نختار الشكل، راح أختار هالمرة هالشكل هذا، راح أختار مثلا اللون الأحمر، خلي يكون لون فاقع شوي مشان نميزه، وأيضا راح أختار الإحاطة وراح أقول له موافق.
فمنلاحظ انه تم تطبيقه بشكل كامل على الفقرة او الجزء اللي انا محدده طبعا، وذلك بسبب الاختيار، بسبب اختيار انه انا بدي اطبق الحد والتصديل على ايش؟ تطبيق على فقرة، على فقرة. اما اذا قلت له على نص، لاحظ شو راح يختلف معي، لاحظ كيف قام بوضع الاطار على النص بشكل مختلف. يعني كل سطر حط له اطار بشكل مستقل. ننتقل الان الى الحديث عن الفرز. انا مجهز ملف مسبق من اجل تجربه موضوع الفرز عليه. طبعا عمليه الفرز بتكون هي عاده على مجموعه من الارقام، بدي افرزه من الاصغر للاكبر او من الاكبر للاصغر، او ايضا على مجموعه من النصوص بدي افرزهم حسب ترتيب الاحرف الابجديه، ايضا بشكل تصاعدي يبدا بحرف الالف ثم حرف الباء وهكذا. طبعا عاده عمليه الفرز تنجح على قواعد البيانات، يعني بكون في عندك جداول بتنجح عمليه الفرز معك. اما لو بكون عندك نصوص، انا الان لاحظ يعني سويت عباره عن السطر الاول هو كلمه، السطر الثاني كلمه. اما اذا كان عندي مجموعه اسطر بدي افرزهم، اعمل لهم عمليه فرز، فبيلاقي صعوبه وبصير في يعني ما بشتغل بشكل دقيق. اذا عمليه الفرز عاده بتكون ضمن، وراح نشوفها طبعا راح نحكي عنها في الجداول كيف راح نستفيد منها، ولكن هيك على سبيل انه يصير عندنا فكره عنها. الان انا راح ادخل الى الارقام واحدد الاسطر اللي فيها ارقام، وراح اقول له من الزر الموجود هنا زر فرز، اضغط على فرز وراح يقول لي طبعا فرز حسب طبعا عندي اياه هنا، دول عباره عن فقرات يعني مجموعه من الاسطر، والنوع البيانات هي عباره عن ارقام مشان يفهم انه هي على شكل رقم، وراح ارتبهم تصاعدي ام تنازلي من الاكبر للاصغر ام من الاصغر للاكبر. لا خليه تصاعدي. فبنلاحظ فعلا حط لي ثلاثه بالاول والاربعه بالاول، راح اقول له تراجع. لاحظ كيف انه كان الخمسه بالاول، الاربعه، التسعه، لما قلت له اعمل لي عمليه الفرز قام بايش؟ ترتيبهم بشكل تصاعدي، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، تسعه، من الكبير للصغير. ونفس المبدا اذا قلت له تنازلي راح يرتب لي اياهم من الكبير للصغير. وايضا اذا ما قمت بتطبيق العمليه على النص وقلت له ايضا فرز، نلاحظ انه اذا قلت له تصاعدي لازم يجيب لي الكلمه اللي تبدا بحرف الاول الالف باول السطر، ثم الكلمه التي تبدا بحرف حرف الباء وهكذا. اذا لاحظ فعلا قام بجلب كلمه احمد بالاول، ثم باسم، ثم سامر، ثم علي، ثم ماهر، اي قام بترتيبه حسب بشكل تصاعدي حسب ترتيب الاحرف الابجديه. اما تنازلي بالعكس تماما، راح يبدا بالاحرف الاخيره وهو نازل. في عندك موضوع علامات الفقرات، يعني في عندي هون هذا الرمز الموجود هون اظهار الكل، كنترول مع النجمه، اذا ضغطت عليه بتظهر معك علامات الجدوله وعلامات الفقرات والمسافات اللي بتستخدمها في النص. طبعا هذا الرمز بيدل على انه في عندك نقطه نهاية فقرة. طبعا الرمز النقطة اللي موجود هون معناتها في عندك انت فراغ بين الكلمة واخرى، يعني انت لما يكون عندك مثلا عدة فراغات فمنلاحظ كل فراغ يمثل بنقطة. اذا هل علامات هيدي؟ طبعا ايضا مفتاح التاب، اذا عندك مفتاح ضغطة مفتاح تاب مثلا بيطلع علامة مثل علامة السهم الموجود هون، كل ضغطة تاب بيطلع علامة السهم، هي بنسميها علامات الجدول، يمكن اظهارها ويمكن اخفائها بالضغط على هذا الزر، مره بيظهرها ومره بيخفيها. اعزائي نصل الى نهايه درسنا في هذا اليوم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.